أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوحدة السادسة، درس 51. So Miss Sara، عائشة، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Repeat what you hear. أوكي سر. الوحدة السادسة. الوحدة السادسة. الصلاة. الثلاث. الدرس 51. الدرس 51. ثانيا، فهم المسموع. ثانيا، الفهم المسموع. التدريب الأول. التدريب الأول. استمع. استمع ثم ضع علامة صحيح في ثم علامات الصحيحة. المربع المناسب. مربع المناسب. المربع المناسب. منبه. أوكي. واحد. حسن واحد. يصلي الفجر في البيت. حسن يسلل فجر في البيت. Is So that okay, sir? Yes, sir. أي سورة؟ which picture؟ The first one. no، في البيت. سورة السورة الأولى. الثانية في البيت. بيت. Okay, first one. Third one, sir. اثنان، مصطفى يستيقظ مبكرا. مصطفى يستيقظ مبكرا. The second picture, so the first one. First one، مبكرا. Yes, first one. سورة الأولى. سورة الأولى. ثلاثة، هيا بنا إلى البيت. سورة الثانية. ثانية، السورة الثانية. ثانية. أوكي. أربعة، ضع القرآن بجانبك. قربان من القرآن بجانبي. سورة الأولى. خمسة، المدرسة قريبة. المدرسة القريبة. سورة الأولى. ستة، هذا هو المسجد الحرام. سورة الثانية. أولى، this is مسجد الحرام. Okay, sorry. I thought Masjid Nabi. Sorry. التدريب الثاني. عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التدريب الثاني. التدريب الثاني. استمع استمع. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد، أنا مسافر إلى مكة. واحد. واحد. أنا مسافر إلى المكة. أي سورة؟
विच पिक्चर? दाल दाल जीम, मक्का। जीम, वाहिद। اثنان، أصلي الفجر في المسجد الحرام. دال ثلاثة، أنا مسافر إلى المدينة. با أربعة، أنا ذاهب إلى البيت. أمزة خمسة، أصلي الجمعة في المسجد النبوي. ها ستة، أنا ذاهب إلى المدرسة. واو التدريب الثالث، جيون هايكا. سارة. السلام عليكم سر. وعليكم يس سر. السلام. التدريب الثالث، التدريب الثاني. سالس. التدريب الثاني. سالس. اوكي سر. سوري. سالس. استمع إلى السؤال. استمع إلى السؤال. ثم ضع الرقم في المربع المناسب. ثم ضع الرقم في المربع. How do I pronounce this? مربع المناسب. مربع المناسب. مربعين. أوكي سا. مربع واحد، المناسب. أين تصلي الجمعة؟ كيف تصلي كيف تصلي الجمعة؟ أين تصلي الجمعة؟ في المسجد النبوي. ها اثنان، هل أنت سوري؟ سورة أولى. ثلاثة، أين المسجد الحرام؟ المسجد الحرام. سورة ب. أربعة، هل أنت مريض؟ سورة واو. خمسة، أين المسجد النبوي؟ إلى so there is no option for this, sir. ها سورة ها. Okay, yeah, okay. So we better write one for this one. Okay, sir. ستة، هل تستيقظ مبكرا؟ سورة جيم. This time you will have two options. You will choose the right option. زارش. عائشة.
جيون هايكا. سارة. Yes. التدريب الرابع. السلام عليكم سير. Can you hear me? السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اوكي ريبيت. استمع إلى الجمل. استمع للجمل. ثم ضع علامة صحيح. ايه ثم ضع علامة في الصحيح. علامة الصحيح علامة الصحيح في المربع المناسب. في المربع المناسب. في المربع المناسب. ذهب أحمد إلى مكة يوم الخميس. با مكة حمزة. حمزة للصلاة في المسجد الحرام. ذهب أحمد إلى مكة بالحافلة. با أحمد في المسجد الحرام يصلي العصر. با بعد صلاة العصر يقرأ القرآن. با يسكن أحمد في بيت بجانب المسجد الحرام. حمزة أحمد حمزة يصلي الصلوات الخمس بالمسجد الحرام. يوم الجمعة يذهب أحمد مبكرا إلى المسجد الحرام با لصلاة الجمعة. با الوحدة السادسة الصلاة. الدرس الثاني والخمسون. التدريب الثاني تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. المثال: هذا أذان الأصل. This is the أذان of الأصل. هيا بنا إلى المسجد. Let's go to the mosque. أنا أصلي في البيت. I will pray at home. صلي في المسجد. Pray in the mosque. جيوان هيكا. سارة. Yes, sir. You are first student. Okay, sir. زاريش. Yes, sir. You are second student. Read the example. Okay, sir. Okay, sir. Can I start, sir? Yes. Okay. هذا أذان العصر. حيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في البيت. صلي في المسجد. هذا أذان الفجر. هذا هيا حيا بنا الشقة. هيا بنا إلى المسجد. زينش repeat. حيا بنا إلى الشقة. إلى المسجد. No need to change for you. هيا إلى بنا إلى المسجد. المسجد.
هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في الشقة. تصلي في الفجر، أصلي في المسجد. هذا أذان أذان الظهر. زهري. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في المدرسة. هيا بنا مدرسة. صلي في المسجد. صلي في المسجد. أوكي. هذا أذان المغرب. هيا بنا المسجد. أنا أصلي في الغرفة. تصلي في الفجر. تصلي صلي في في المسجد. المسجد. هذا أذان العشاء. هيا بنا تصلي الفجر. هيا بنا أنا في أصلي المسجد. في البيت. صلي في المسجد. تدريب الثالث. هاتي جملا كما في صلي المثال. Bring بالمسجد. sentences like in the example المثال. أسمع أذان الفجر في البيت. I hear the أذان of فجر at home. أتوضأ في الحمام. I make wudu in the bathroom. وأصلي الفجر في المسجد. And I pray فجر in the mosque. جيون. سارة. ريد. أوكي. أسمع أذان الفجر في البيت، أتوضأ في الحمام وأصلي الفجر في المسجد. نيكست. زهري. أوكي. أسمع أذان الظهر في المدرسة، أتوضأ في الحمام يس. وأصلي ظهري صلاة الظهر في المدرسة. Is that okay؟ وأصلي الظهر في المسجد. Okay sir. Next. Next. This one, sir, Al Asr. Yes. Okay, sir. Sir, can I just have a look at the. I will Okay. tell you the English. I hear the Azan of Asr in the apartment. Okay. Asma'u Salatul Asri. Azan al Asri. Azan al Asri fil Baiti. في It الشقة. will be في الشقة. في الشقة. I made wudu in أتوضأ. the bathroom. أوكي. أتوضأ في الحمام وأصلي الفجر والعصر. سوري، أصلي الفجر في أصلي العصر المسجد. في المسجد. في المسجد. عصر عصر. أصلي العصر في المسجد. أسرة. أوكي. أسلل أسرة. then أسمع أذان الفجر أذان المغرب من الغرفة. في الغرفة. في الغرفة أتوضأ في الحمام وأصلي صلاة المغرب في المسجد.
أسمع أذان العشاء في البيت، أتوضأ في الحمام، وأصلي صلاة العشاء في المسجد. التدريب الرابع. التدريب الرابع تبادل الحوار مع زميلكما في المثال. المثال الطالب الأول: أين تصلي الفجر؟ Where do you pray the Fajr؟ أصلي في المسجد طارق. I pray in the طارق Mosque. وأين تصلي أنت؟ And where do you pray؟ أصلي في مسجد ياسر. I pray in the مسجد ياسر. زارش سامية. زارش السلام يوسف. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سامية you are second. اوكي سر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في مسجد طارق. وأين تصلي أنت؟ أصلي في مسجد الياسر. This time change the gender as well. Ask the اوكي question. زاريش Yes, sir. ask the question. Where do you أين pray تصلي الظهر؟ الظهر؟ أين تصلي الظهر؟ أين تصلي الظهر؟ أصلي الظهر في مسجد بلال. وأين تصلي أنت؟ تصلينا تصليني؟ تصلين أنت؟ جزاك. تصلي في مسجد الفاصل. مسجد الفاصل. أين تصلي العصر؟ عصر. تصلينا الأسر. أين تصلي النافذة؟ عصر. أصلي العصر في السوق، في في مسجد، مسجد في السوق. مسجد، في مسجد السوق. وأين تصلين أنت؟ أصلي في مسجد الحي. حي. في مسجد الحي. حي. زرش أتصلي المغرب. تصلين المغرب. تصلي المغرب. أصلي المغرب في مسجد الإيمان. إيمان. وأين تصلين أنت؟ أصلي مسجد النور. مسجد النور. في مسجد النور. أين تصلي العشاء؟ صلينا العشاء. تصلينا العشاء. أصلي العشاء في مسجد سلمان. وأين تصلين أنت؟ تصلي مسجد الحالد. سارة
Answer. Answer according to yourself. هل تصدقي زينة متأخرا؟ So which one? Okay. هل تستيقظ متأخرا؟ هل I will ask the ألا question, you لا just answer. هل Okay. تصدقي زينة متأخرا؟ Okay. I have to answer it, so I give you Answer it. the meaning. Okay. أستيقظ أستيقظ مبكرا. So you need to say لا أستيقظ لا مبكرا. أوكي لا أستيقظ مبكرا. هل تسمعين الأذان الفجر؟ نعم أسمع أذان الفجر. هل تصلين الفجر في البيت؟ نعم أصلي الفجر في البيت. أين تصلين الظهر والعصر؟ أصلي الظهر وعصر في البيت. وأين تصلين المغرب والعشاء؟ أنا أصلي المغرب والعشاء أيضا في البيت. هل تصلين الجمعة؟ أصلي جمعة في البيت أيضا. Not possible. You will say لا. لا أصلي الجمعة. أوكي أوكي where do you read؟ أين تصلي الجمعة؟ أصلي صلاة الجمعة في البيت. Juma is not possible at home. You need to say I don't pray Juma. لا Okay, so it أصلي is الجمعة. sorry. It's only it is for men, right? The Women can wajib pray is Juma, salatul but jumu. it is possible only in the mosque, not at home. All right, Women sir. can Okay, sir. attend Juma in the mosque, but not at home. Okay. So what do I say in answer for this, sir? لا أصلي الجمعة. Okay, لا أصلي الجمعة. Two la in the answer. Okay. هل أنت مسافرة إلى مكة؟ هل أنت مسافر؟ How do I say I have gone there in the past, sir? هل أنت مس... No, we are asking about now. هل أنت Okay. مسافر؟ You will say لا. لا هل أنت مسافرة إلى المدينة؟ لا أنا لا مسافرة إلى المدينة. لا is enough. هل Okay, sir. لديك منبه؟ هل لديك منبه؟ لديك. نعم لدي منبه. هل تعملين في الليل؟ هل تعملين في الليل؟ I will say لا أعمل في الليل. لا أعمل في الليل. Okay, sir. زارش. سامية. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سيارة. ايت. سيارة. سيارة third option. سيارة. صحيفة third option. دروازة third سيارة. option. car bicycle. دراجة first option. كلب. صحيفة second option. newspaper. كلب second option. dog. دراجة a bicycle third option. سيارة. Second option, a car. سيارة. دراجة, third option, bicycle. Second, a bicycle.
كلب a dog fourth option صحيفة second option newspaper كلب a dog second option قطة a cat third option قطة a cat قطة second option a cat قطة fourth option سارة الولد يشرب هو يجري هم يأكلون هم يأكلون هم يأكلون The men are eating are رجل يطبخون يأكلون الرجال يأكلون Okay. صباح الخير كيف حالك؟ ثمان نساء 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 The woman is reading النساء تقرأ Where is the shop? المرأة The woman المرأة okay, تقرأ المرأة امرأة The men are drinking هو يسبح الرجال يشربون الرجال يشربون الرجال يشربون بنات بنات هما نائمتان هذا ابننا رجال 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 they are both cooking هما يطبخان هما يطبخان هما تسبحان هي تسبح هي تطبخ هي تسبح هي تسبح هي تسبح they are swimming yes هن يسبحن هن يسبحن رجلان ونساء الرجال يأكلون الرجال يأكلون men are cooking okay two men and woman رجلان two men. وامرأة وامرأة نساء والنساء رجلان ونساء the men are eating الرجال يأكلون الرجال يأكلون هو يأكل هو يأكل الرجال يأكلون the men are eating third one الرجال يأكلون he is eating هو يأكل هو يأكل رجلان ونساء two men and women رجلان ونساء the men are eating الرجال الرجال يأكلون هو يسبح هو يسبح he is swimming he is eating هو يأكل هو يسبح هو يسبح رجلان ونساء رجلان ونساء هو يأكل هو يأكل هو يسبح هي تطبخ he is cooking he is swimming هو يسبح هي تطبخ هي تطبخ
هي تطبخ. She is cooking. Fifth option. هي تطبخ. هي تطبخ. هي تطبخ. Anybody any question? See you all next time, inshallah. Ma'assalamu. Assalamu. Jazakallah.